الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم مشاهدينا واهلا بيكم وهذه الحلقه الجديده من مصر جميله. ابدا مع حضراتكم بدعاء سيدنا ابراهيم، رب اجعل هذا البلد امنا. في البدايه يمكن احنا هنتكلم النهارده على جزئين، ما عندناش حوار من ايام سابقه كتير جدا، داخلين تقريبا في شهر ما عندناش حوار غير الايام اللي جايه كمان، غير ان احنا نشوف توعيه لهذا الوباء العالمي اللي هو كورونا فيروس. لما نيجي نتكلم على ده، اولا انا واحد من الناس زي حضراتكم، بقعد قدام الاعلام وبتفرج وبسمع، الحقيقه ساعات بحس بحالات من الملل والزهق، انه ما عندناش موضوع غير ده، طب هو الموضوع خطير، طب يا جماعه ما الناس عايشه حياتها، طب الكلام ده كله. انا هاجي اقف هنا بس عند الجزئيه دي، من فضل حضراتكم، الموضوع خطير، الموضوع خطير جدا. يعني الفكرة الأساسية إنه إحنا لغاية اللحظة دي قاعدين في بيوتنا بنتحرك، مش مستوعبين حجم خطورة هذا الموقف، اللي يمكن أكبر رأس في الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح طلع واتكلم وقال مجموعة من الحقيقة الإجراءات اللي بتتم، وفي الآخر كلامه قال من فضلكم ساعدوا نفسكم وساعدونا إن إحنا نعدي هذه الأزمة العالمية. وباء عالمي بيهاجم الكوكب كله، مش بيهاجم بس مناطق معينة، مش متمركز في أوروبا بس عشان خاطر إن هو هيجي لنا هنا، مش عارف إيه الإفتاءات اللي إحنا بنسمعها، أصله الحر لما هيطلع الفيروس ده هيموت، كل الكلام ده يا جماعة كلام ليس له أي أساس من الصحة. الموضوع في غاية الخطورة، ومش بخوف حضراتكم، لكن في الآخر بنقول إن هي مجموعة سلوكيات، والسلوكيات دي حطوا تحتيها 3000 خط عشان نقدر نعدي هذه الأزمة. لو إحنا التزمنا لفترة معينة الأمور هتمشي كويس جدا وهنعود لعملنا. بسمع كلام كتير جدا عن إنه لا لازم يكون في حظر تجوال، أصله الناس مش هتستوعب، أصله الناس مش هتسمع الكلام. حظر التجوال دوت لما تيجي، أولا ده قرار الدولة، والدولة كل يوم في اجتماعات، انا اتخيل انه الوزراء كلهم في جميع مؤسساتهم ما بيروحوش تقريبا، يعني الرئيس نفسه بيتابع حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، الصفحة الخاصة بتاعت سيادة الرئيس موجود، وكان كاتب عليها تويتة امس في حدود الساعة 11 بالليل تقريبا. يعني انا بتكلم مع حضراتكم، طب انت عايز حظر تجوال، انت عندك 80% من الشعب المصري بيشتغل قطاع خاص، عندك 80% من الشعب المصري في جزء كبير، جزء منه كبير جدا بيشتغل باليومية وبالقطعة وبيشتغل من بعد 7-8 بالليل، والقطاع المؤسسي محتاج الكلام ده كله، عندك الموظفين، عندك الصحة، عندك الأعمال الحرة، الأعمال اليومية، الكلام ده كله، ده انت تقدر تساعدهم بجلوسك في البيت، تقدر تساعدهم باستخدام مجموعة من الوقاية اللي انت بتقدر تستخدمها، انك انت تحافظ على نظافتك الشخصية، انك انت ما يكونش فيه تجمعات. اللي شفناه في اسكندرية امبارح دوت، والمشاهد اللي بتحصل والشباب اللي موجودة، يعني انا مش فاهم، يعني ده يا جماعة لازم يكون تفكيرنا كلنا. في التزام من جزء كبير من الشعب، الحقيقة حاجة عظيمة جدا، وانا جاي لحضراتكم النهاردة، صحيح الشوارع في هدوء الى حد ما، في حركة سريعة، لكن في الاخر هي سلوكياتنا. النهاردة نزلت رواتب الموظفين بتاعت الدولة، النهاردة لازم يكون عندنا سلوك متحضر، على الاقل انت هتقبض، مكان الصراف الالي موجود في كل مكان في مصر، تقدروا تنظموا العملية دي، مش شرط ان احنا نقبض كلنا في وقت واحد، تقدر تنزل في اي وقت بعد كده. الدولة عاملة حسابها ان هيكون في ضغط على ماكينات الصراف الالي، فهيكون في إضافة للفلوس وتعديل للمكان دوت أول بأول والكشف عليه. لما هنيجي نستخدم يا جماعة اللوحة بتاعت الأرقام السرية بتاعتنا، مش كل واحد بقى يجي يرش بقى فيحصل عطل في المكنة دي فنص المكان يبوظ، بالعكس منديل من فضلك واستخدمه، بعد ما تستخدمه ابدأ رش إيدك أو خش الأقرب مكان اغسل إيدك بالمية والصابونة، بس مش عايزين أكتر من كده. فالموضوع سهل جدا، يعني سهل لو احنا قدرنا ان احنا نساعد بعض، قدرنا ان احنا ناخد خطوات جيدة، نتعامل برقية بس مش اكتر. يعني ده اللي احنا، او الرسالة اللي انا عايز اوصلها عشان نهدى شوية ونعدي من هذه الازمة. عندي خبرين، الخبر الاول اجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر امس الاثنين اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني، واشاد الرئيس خلال الاتصال بما حققته الصين من نجاح لافت في احتواء انتشار
فيروس كورونا. وأعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية للبلدين وللاستفادة من آلية إدارة الأزمة وفي أزمة كورونا طبعا في الصين على مختلف المستويات. ومن جانبه أعرب الرئيس الصيني عن امتنان الصين حكومة وشعبا لمساندة مصر السريعة لها في أزمة فيروس كورونا التي عكست خصوصية ومتانة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين. وبالتأكيد كانت رسالة مهمة جدا انه مصر ما خافتش ابدا، قدرت ان هي توصل رسالة مهمة جدا زي ما بتوصلها لجميع اشقائها وكل الدول اللي احنا بتربطنا بيها علاقات طيبة ومتميزة. طيب، وزارة الصحة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا الى 68 وخروجهم من مستشفى العزل، وارتفاع الحالات التي تحولت نتيجة تحليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 96. يعني لما يكون عندنا 68 وعندنا 96 حالة الحمد لله تحولت من إيجابية لسلبية، فإذا حجم الاستشفاء من هذا الفيروس الحقيقة كبيرة في مصر، قادرين ان احنا نسيطر على الموقف لغاية دلوقتي. فانا بدر حضراتكم الصبح كده رسائل اطمئنان، بس هرجع تاني واقول سلوكياتنا في التعامل. الصحة تسجيل 39 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد ووفاة 5 حالات. أيضا جميع الحالات المسجل إيجابياتها بمستشفيات العزل وتخضع للرعاية الصحية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. الدكتور خالد مجاهد، إجمالي المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى أمس الاثنين هو 366 حالة، منهم 68 حالة تم شفائها وخرجوا من مستشفى العزل، و 19 حالة وفاة. وأكد أيضا خالد مجاهد عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا بكل شفافية. وده بالتأكيد الجزء الأهم، لأنه لازم يكون هناك شفافية في مؤسسات الدولة كلها بتراقب هذا الموقف. المستشفيات بتبعت أول بأول، أي اشتباه بتبلغ على طول الإعلام وبنبلغ على طول منظمة الصحة العالمية عشان نقدر نسيطر على الموقف بشكل كبير جدا. طيب، ده يمكن هيكون جزء من حوارنا طبعا، وزي ما حضراتكم عارفين أنه كلنا كإعلام بنتكلم على هذا الفيروس عشان نقدر إن شاء الله نعدي من هذه المرحلة الصعبة اللي بتمر بيها مصر أو اللي بيمر بيها العالم كله طبعا. يعني عندنا إيه النهاردة؟ عندنا النهاردة هيتشرفنا في برنامج مصر جميلة الدكتورة إيرين محمد صبري، أستاذ أمراض الصدر بطب القصر العيني. والحقيقة عندنا أسئلة كتيرة جدا مهمة في هذا المجال، عشان ما نروحش مرة تانية إن إحنا نسمع إفتاءات، بنسمع فيديوهات احيانا هذه الفيديوهات بتقول كلام ليس له اساس من الصحه. المعلومه الطبيه ناخدها من اهلها، من فضلكم يعني. فاحنا يمكن اجتهدنا، وهتشرفنا الدكتوره ايرين محمد صبري طبعا بعد الفاصل باذن الله، وهيكون عندنا حوار طويل عن ازاي نواجه هذا الفيروس. الخبر الثاني طبعا زي ما بقول لحضراتكم انه وزارة التضامن الاجتماعي اطلقت مبادرة اسمها وعي، عشان مجموعة من القضايا المهمة جدا للمجتمع بتتكلم عنه. اضافت وزارة التضامن لهذه المبادرة الوعي بقى الصحي، الوعي السلوكي، الوعي في التعامل، الوعي ان احنا نقدر ازاي نتغلب على هذه المشكلات كلها اللي احنا بتقابلنا النهاردة، الوعي لدى الشعب المصري طبعا، بالإضافة إلى مساعدتنا كمجتمعات مدنية، مجتمع المدني في مصر إن هو يتعاون مع مؤسسات الدولة عشان نقدر نمر من هذه الأزمة أو الجائحة اللي يمكن إن شاء الله ربنا ما يوصلناش ليها. دي مجموعة فقراتنا ومجموعة أخبارنا. بعد الفاصل ألتقي بحضراتكم فقرتنا الأولى، من فضلكم ابقوا معنا. We'll be right back.
تجنب التجمعات حاليا ده ضرورة قصوى، ولذلك يعني كم القرارات اللي اتخذته الحكومة في الفترة الأخيرة مبني على الفكرة دي، ان الدراسة تتعلق، ان الطيران يعلق، ان طبعا الطيران برضو الأسباب تانية اللي هو الخروج والدخول من البلد، لكن برضو المطارات والطيارات، كل تخفيف تجمعات الموظفين. يعني احنا حتى يعني في كل الاماكن بنقسم قوى الموظفين، مش لازم الكل يبقى موجود، لو نقدر نغطي الشغل بعدد اقل، كل ده طبعا ان احنا نخف التجمع الجامد وقرب الناس من بعض وانتشار العدوى. ده الحقيقة موضوع مهم، ويفضل انه في اي حته طلعها الدوله، يبقى انت بتدور على على يعني على حظر ليه متر او متر وشويه حتى يكون افضل للشخص يعني السليم، عشان ما يعني ما العدوى ما تنتشرش. الحقيقه في فيديو حلو قوي منتشر وانا احب يعني اذكره لانه بيوضح الفكره، اللي هي عيدان الكبريت اللي مرصوصه جنب بعض وبتولع بسهوله، النار بتنتقل بينهم. اول ما بتسحب عود انت بتقطع الصلة بين النار اللي ماشية مع العيدان السليمة اللي بعد كده، وهو ده فكرة التجمع، ان انا كل ما بخف التجمع انا بقلل من تنقل الفيروس من شخص لشخص لشخص، يعني فبخف انتشار وبقلل حدة الكيرف او المنحنى بتاع انتشار المرض.